صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 63 لسنة 2021 باعتماد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2021. جاء فيه: يعتمد التقرير السنوي لهيئة جودة التعليم والتدريب للعام 2021 وينشر وفق نظام مراحل إصدار تقارير المراجعات والامتحانات الوطنية لهيئة جودة التعليم والتدريب الصادر بالقرار رقم 49 لسنة 2009.